طيب ممكن تكون سمعت من حد او شفت على انستجرام اللي بيحصل يومين دول بان في قناه على يوتيوب بتضيف اغاني ولحن ومعازف للقران الكريم، لان في حمله كبيره جدا تقريبا مش عارف وصلت مليون تقريبا او نص مليون، ايوه لحد دلوقتي وصلت 517,000 ستوري الشباب منزلها عن الموضوع ده، واللي ضايقك اكتر ان القناه عماله تجيب مشاهدات بشكل غبي، مشاهدات كتير جدا. انا بصراحه ما دخلتش على اي فيديو من دول ومش هدخل وما انصحكش ابدا ان انت تدخل على فيديو من دول، لان انا متاكد ان الفيديوهات دي بيكون جواها سحر. وما تستغربش لان ده واحد ضايف موسيقى والحان وعزف على القران الكريم وبيستهزئ بيه وحاجه منتهى الكفر، فمش بعيد يكون ضايف لك برضه سحر في الموضوع علشان انت بفضلك تدخل على الفيديو تعرف ايه اللي موجود جوه الفيديو فتلبس انت في الاخر. فمثلا القناة اسمها قرآنيك سونجز، استغفر الله العظيم يعني، فهندخل على القناة. ده عملوا قناة تانية لان الشباب بعد ما قفلت اول وثاني قناة فتحوها بدأوا وفتحوا القناة التالتة، وبرضو بقوا بينزلوا عليها صور القرآن الكريم مع لحن ومعازف. فكل اللي هتعمله ان انت هتدخل على القناة وتعمل ابلاغ او الابلاغ عن المستخدم، وممكن مثلا نختار غير ذلك، بلاش غير ذلك عشان دخلنا في موضوع تاني، احنا مثلا ممكن نختار محتوى غير مرغوب فيه مثلا، وتحدد كل الفيديوهات اللي هم منزلينها او اللي هو منزل مش معروف لحد دلوقتي ده مين، بس اللي هو اكيد يعني ده ممكن يكون ساحر او كافر او من عبدة الشياطين مثلا، وهتكتب مثلا استهزاء بالدين تحريف القرآن الكريم تعالى نضيف هنا والمسلمين وبس، وتبعت الرسالة دي، وهو يوتيوب بيراجع الفيديوهات دي وفي اسرع وقت بيشتغلها وبيقفل القناة بشكل نهائي. وده حصل مع القناة الاولى والتانية، يعني مثلا القناة الاولى كان نازل عليها 36 فيديو وكان عليها 2500 سبسكرايبر تقريبا، وكلهم اتمسحوا واتشالوا وفي كام ساعة، يعني ما اخدوش وقت كبير بسبب كتر الابلاغات اللي كانت على القناة دي. فهنا يوتيوب اتأكد لا ان في حاجة غلط، القناة دي بتنشر حاجة مش طبيعية. والموضوع ده مش اول مرة يحصل، لو تفتكر من فترة تقريبا من سنة كان في قناة اجنبية عرفوا ان في مسلمين بيناموا على القرآن الكريم بيحبوا يسمعوا وهو بينام، فقناة نزلت سورة البقرة وكان موجود في نص السورة طلاسم وسحر، واللي اكتشف كده شخص وكان عرف بقية الناس وكله برضو ابتدى يبلغ عن القناة دي لحد ما اتقفل. فالموضوع ابتدى ينتشر ويزيد اول فترة دي، فلازم الكل يكون عنده وعي بحاجة زي كده، لان حاجة زي كده مش سهلة وما ينفعش تعدي ببساطة ولازم كله يبقى عارف عنها. طيب هتسألني مين بيعمل كده او مين ليه مصلحة في كده؟ اعداء الدين الاسلامي كتير جدا، ومن زمان الموضوع ده مش جديد، يعني زي ما قلت لك كل فترة بنقابل حاجة جديدة زي اللي كان ضايف لك سحر في سورة البقرة، او اللي حاليا بيضيفوا اغاني ومعازف والحان على القرآن الكريم، او ممكن يكونوا رفوق. انا لحد دلوقتي ما دخلتش على الفيديو ومش هخش عليه، لان زي ما قلت لك حاجه زي كده انا متاكد انها شيطانيه، فمش هعرض نفسي وما انصحكش ابدا ان انت تعمل حاجه زي كده حتى لو بداعي الفضول، لان ده ممكن يوقعك في مشاكل كبيره قوي. وحاجه زي اللي حصلت دي دليل على ان الاغاني يا معلم حرام وش، وانها من عمل الشيطان، وحاول تبعد عنها تدريجي. وانا بنصح نفسي اولكم، لان انا بسمع اغاني كتير جدا وعارف ان ده غلط وحرام، وببساطه يقدروا ان هم يلعبوا بمشاعرك او يدخلوك اللي هم عايزينه من غير ما تحس، زي ما حصل برضو ظهر الفترة الأخيرة في أغاني كتير قوي أجنبية مشكوك في أمرها، وفي اللي بيأكد فعلا إن هي فيها طلاسم وسحر أسود. ده غير طبعا الحفلات اللي بتبقى كلها ليها علاقة بالماسونية وعبدة الشياطين، فلازم ناخد بالنا من الحاجات دي ويكون عندنا وعي أكبر من كده، وما نجادلش في الحرام. يعني ما لاقيش حد في الكومنتات كاتب لي لا الأغاني مش حرام، باشا أي حاجة تقدر تلعب على مشاعرك فهي أكيد حرام، أي حاجة تدخلك في مود كآبة وحزن أو أي حاجة فيها باب للشيطان يقدر يخش لك منه فحاول تبعد عنها أحسن لك أنت. أنت بتجادل في إيه؟ خليك كم كده شويه وبس، حاول تنشر الفيديو ده وتعرف كل اللي تعرفهم صحابك اهلك بخطوره الموضوع وبس. اشوفكم الفيديو الجاي.